29، الافتتاح كان بدا البارح، وباش تحكيوا على مجموعه من الافلام. نحن كنا حكينا على مجموعه من الافلام، مش نزيدوا نحكيوا اليوم على فيلم اخر مشارك في المسابقه اللي هو فيلم لقشه من الدنيا لنصر الدين السيلي. فيلم لقشه من الدنيا تحكي عليه برشا، الفيلم لقاه في المسابقه الرسميه الافلام الوثائقيه. معنا المخرج نصر الدين السيلي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا سيدي، بارك الله فيك. مرحبا نصر الدين. لقشة من الدنيا فيلم يدخل المسابقة اليوم، يدخل المسابقة الأفلام الوثائقية ضمن 9 أفلام أخرين. فيلم التونسي الوحيد المشارك تقريبا، فيلم طويل يظهر لي الوحيد المشارك. فكر على الفيلم هذا يا ساعة، شنو يحكي لقشة من الدنيا؟ من العنوان برك نفهم، وممكن أنه يحكي على واقع معين. والله هو فيلم لقشة من الدنيا يدخل الجزء من تونس اللي الحقيقه نخجلوا به. معناها انا معناتها الناس اللي شاهدوا الفيلم معناها تفاجئوا برشا. معناها ثم فقر، وثم مشاكل اجتماعيه كبيره على بعد 50 متر من اكبر شارع في الجمهوريه التونسيه، اللي هو شارع حبيب بورقيبه، اللي هو في معناتها اول باب جديد، باب مناره. حكاية رزوقة وفانتا وعلاقتهم بالمخدرات وبمرض التهاب الكبد الفيروزي، والفقر المدقع اللي احنا نحبه نقوله انه الفقر هذايا موجود كان في المناطق الداخلية، وانه المشاكل هذه موجودة ربما في دول اخرى او في اوروبا او غيره. معناها مشاكل تناول المخدرات، الادمان يعني نحكي يعني الادمان، لكن معناتها مش اي مخدر، هذه مش معناها قنب هندي ولا غيره، هذا مخدر يتاخذ اللي هو السوبيتاكس، اللي هو يتاخذ بالحقنه، واللي معناتها باش ما نطولش عليك، معناها انواع اخرى من المخدرات اللي توا رافضين معناها سواء معناها الاطراف الرسميه او حتى الاعلام انه يتكلم فيها بصراحه. يحكي على شبابنا اليوم اللي معرض للكوكايين، ونحب نقولوا مع الناس، والمخدرات معناها عبر الحقنة، ونحب نقولوا مع الناس عنف كبير آخر، يعني الناس بالحق تحت الأرض على واقع، على لعنة، خلينا نقول لعنة موجودة يعني في المجتمع التونسي. أنا تابعت بعض ردود الأفعال نصر الدين على اللي تابعوا الفيلم، ولو البروجيكسيون بتصير في أيام قرطاج السينمائية، يعني بعض المقربين من الدومين ومن المقربين منك أنت بصفة خاصة، ردود أفعال تقول أنه ثم الفيلم هذا موحش، صادم، مرعب، خلينا نقول هك. يا صديقي هو هكا، رغم انه انا متفائل بطبعي معناها، والكل متفائلين ونحبوا الخير، بنحبوا كل الخير لبلادنا، لكن احنا نغطي عين الشمس بالغربال. ثم ناس حتى اللي ما فهمتش معناها، ثم هكا شويه قالوا شنو هو القسوه ولا وش بيه وكذا، وكالعاده الكلمه اللي كليشيش في السينما التونسيه، السينما التونسيه لاباس، هذا ساعه فيلم تسجيلي وثائقي، ما هوش فيلم روائي متخيل واقع يعني. كتبها اي ماهوش قصه كتبها نصر الدين او فلان او فلتان، هذا فيلم تسجيلي ينتمي الى سينما الواقع، السينما المباشره اللي لا تتدخل في الشخصيات، هي تسجل فقط معناها الشيء هذا. وان شاء الله تشوفوا الفيلم ما فيه معناها ما فيه حتى افتعال، الناس كما هما وكبت يعني، وكبت اليومي اللي باقي نحبوا نخبيوا عين الشمس بالغربال، ونحبوا الناس اللي موجودين يتكلم عليهم الفيلم راهو لا ثم احزاب ولا منظمات ولا نقابات اللي تعتني بهم او تتكلم عليهم، لانهم هما اصلا ما همش الناس مثلا عمال عربيين او عمال بسطاء او حتى معاطلين على العمل، هذم الناس تقريبا ما عندهم حتى امل في الحياه، معناتها ادمان وفقر ولا حرفه ولا تعليم ولا حتى شيء، لكنهم تونسيين والله العظيم لا فيهم واحد عنده بطاقه تعريف. هذا موجود بقريب من شارع الحبيب بورقيبه في قلب العاصمه معنا. على بعد 50 متر من جامع الزيتونه، معناها الناس ما عندهمش بطاقه تعريف يعني أي كنت ما اقول لك نصر الدين فريمون معناتها ما عشت معاهم برشا نصر الدين اليومي نتاعهم معناتها واكبت عيشتهم. والله انا معناتها سواء نصور او ما نصورش كنت ديما متواجد معاهم،
فترة التصوير أكثر شوية من 5 سنوات، معناها التصوير بصفة متقطعة مش تصوير يومي، هاي معناها هاي الفيلم هاي مش بحث. وعشت معهم مدة طويلة قبل انطلاق التصوير، ومعناتها إلى يومنا هذا معناتها هاني نلتقيهم. البارح كنت أنا وياهم في الافتتاح، كان معناها كان معناها كانوا مصدومين أول مرة معناها نشوفوا البهرجة ذاك معناتها تقول انت معناتها، والضوء هذاك وال معناتها كان رزوقه اللي هو صديقي، راهو مش ما عادش هو فقط شخصيه، هو صديقي معناها يعني، كانت فرحه كبيره. ولو انه غريب شويه نصر الدين لهنا، معناتها لو نحكي ولا ناس تسكن قريبه من لافينيو، معناتها المسرح البلدي مقابلهم، حتى مدينه الثقافه، ولو انه في محمد الخامس، لكن مش بعيد عليهم يعني. ما بالحق ما تفهمش، معناتها بيزار. ما معناتها وقت اللي يا صديقي راهو انا مانيش نحب نحمل كل شيء، نقول الدولة الدولة والا الحكومات، لانه الناس اصلا ملت وقلقت من المصطلحات هذيا ومن لكن هذه حقيقه يا حبيبي. راهو تعرف انه باب جديد ما فيهاش مكتبه عموميه، ما فيهاش معناها حتى نشاط ثقافي معقول. مانيش نحكي على معناتها زرين اضطراب في العينين حاشاك، فهمت كيفاش؟ يعني الناس هذه راهي اللي هي وراها وزارة الثقافة وقدامها المسرح المسرح البلدي، اي مثلا فهمت كذا. راهو الناس هذوما اللي ضربهم ليباتيتسي حشاك وحتى اصدقائنا اللي يسمعوا فينا، راهو معناها ترى انت كيفاش الناس هذيا غير قادره انها تتحصل على حقنه نظيفه، لانه كيف يمشيوا باش ياخذوا الحقن اللي هما في اوروبا يوزعوها ببلاش، هما والواقي معناها المطاط هذا يتوفر ببلاش في اوروبا. راهو الناس هذيا ضربها ليباتيتسي من التخلف نتاع حتى لي فارماسيان نتاعنا اللي ينضبطوا لاوامر الشرطه، يامرهم باش ما يبيعوش الحقن، كانه وقت اللي هما يعطيهش حقنه باش يبطل هو المخدرات، او وقت اللي ما يعطيهش واقي مثلا خاطر هي تحشم السيدة الفارماسيان، فهمتي؟ وهذا صار قدامي راه. ما فيهاش حشمة، هذه ثقافة جنسية معناتها. كأنه هو كما يخوش الواقي هذاك ما هواش باش يمشي يمارس الجنس مع حبيبته ولا مع حبيبه كذلك موجود حتى في الفيلم. راهو معناها المسرح البلدي يمروا من أمامه لكن يعتبروه حاجة غريبة وبرانية عليهم. يحسوا انهم غير مرحب بهم في تونس، وهذا تو تشوفوه في الفيلم معناه كيفاش يحسوا انهم هما في درجه اقل من درجه مواطن، يعني ما ديكونكتي، خلينا نقولوا مع تكريمه من المجتمع، ما بين باب جديد وما بين حياه ليلة. تو ترى كيفاش ما ثم حد شيء يثبت انه ثم دوله اسمها تونس، ما ثماش. ثم بعد باب جديد شويه ثم عالم، اما بعد وانت تدخل راهو مثلا نحكيو على حياه هلال، راهو ما فيهاش مركز شرطه، هاي ما فيهاش مقر بلديه، ما فيهاش مقر معتمديه، ما فيهاش مركز امن، ما فيهاش حرس، ما فيها حتى شيء. ولو انه حي كبير راهو حي هلال، معناتها اهل بالسكان طبعا، وكثافه سكانيه كبيره برشا، صدقني غير معناتها حتى شيء، معناها والله لا ثم ما يثبت انه ثم جمهوريه اسمها تونس، معناها غادي اصلا معناها واضح. معناتها ممكن بون هذا اللي تشجعك انت كمخرج نصر الدين انك انت تصور الفيلم هذا وتخرج الواقع المرير، ولو هو واقع صحيح لكنه مرير في حد ذاته في السينما التونسيه اليوم. مش يخرج الفيلم وقتاش باش نشوفوه الفيلم في ايام قرطاج السينمائيه نصر الدين سيلي؟ نهار الخميس في سينما لابيسي مع اسبانيا ونص، ومن غدوه في مدينه الثقافه مع ما في ساعة، والعرض الأخير مش يكون في نهار 10 في مدار كرتاج. في مدار كرتاج واضح. نصر الدين السيلي، قبل ما نختم معاك باش نسألك، السي او تي بارح دخلت انت في الافتتاح، هز الافيش تاع السي او تي النادي الاولمبي للنقل، شنو هي الحكايه؟ الملاسين والحومه اي والله يا راهو وقت اللي صحفي كان في جيبي وانا عندي العلم، وانا نحب الاولمبي للنقل معناها
خاصة نادي عريق معناها ايه. هو في فريق عريق وأعطى برشا لتونس، وكنت خاصة تبع نادي الملاكمة نتاعو، وأنا مغروم معناها بالرياضات الملاكمة. وبالنسبة لي أنا هي هذيك السيمبول نتاع الحي اللي تربيت فيه، وهذا احنا خاطر انا ولد الزهروني، اما ذاك كان فريقنا المفضل، احنا نحبوا ستاد تونيزيا ونحبوا خاصة الاولمبي للنقل، معناها الاحياء المحيطة بالصبخة، هذا هي اللي وين انا عشت وتربيت ومازلت نعيش فيها، واللي فيها زاد شخصية الفيلم هذا، وحتى حكايات الافلام السابقة معناها عندها علاقة بالحي هذا. عاد انا قلت هاكا المرة السنة هذيا الاولمبي للنقل الموجود في المسابقه الرسميه نتاع ايام سرتاج السينمائيه على السي او تي في لي جي سي سي. تحيه لحباس سي او تي الكل من خلالك انت ناصر الدين، حلوه الفكره. بون كي شفت البال جلبت الانتباه البارح هي الحقيقه. اهدهولي سعلي الكعبي نشكره. اي تحيه ليه. نقول له اي ونقول له بارك الله فيك، هو اعطاني العلم. بالتوفيق ليك ناصر الدين السهيلي، فيلم لقشم الدنيا ان شاء الله، ان شاء الله تنيت الذهبي علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. هو معناتها ماذا بينا الافلام التونسيه تتوج، ومعناها سواء في المويه والا الافلام المشاركه الاخرى المشاركه اللي فيها افلام اللي معناتها اللي شفتها انا يظهر لي يعطيهم الصحه، يظهر لي ثم افلام جيده، وان شاء الله نقبل كما العاده، خاطر ما نعرفوا احنا ايام كرتاج في الميه هي الجمهور، ان شاء الله اكيد نشوفوا الجمهور فرحان بالاعمال هذه. ان شاء الله. شكرا لك نصر الدين سهيلي، كنت معانا مخرج فيلم لقشة من الدنيا، فيلم يحكي على واقع مرير، واقع مرير اليوم نحكيه على توانسة يعيشوا في قلب العاصمة تقريبا على بعد 50 متر من شارع الحبيب بورقيبة، ما عندهمش بطاقة تعريف. الفيلم هذا يتفرجوا فيه نهار الخميس في فلا بيسي دعوة للناس الكل اللي باش يتفرجوا في فيلم لقشة باسمي، أكيد بالتوفيق لنصر الدين السهيلي. نحن ما زلنا راجعين معاكم في العشوائية، مكملين بالموزيكا.